هنكمل موديل تيست 1 بيج 112 ثيرد نمبر 1 color the quarter of the following quarter يعني 1 over 4 يبقى احنا هنعمل color ل 1 from 4 كل 4 هنعمل color لكام ل 1 منهم في عندي 4 up و 4 down يبقى ال 4 faces اللي فوق هنعمل color ل 1 face وال 4 اللي down هنعمل color ل 1 يبقى احنا كده عملنا color ل 2 from 8 اوكي هنعمل يعني coloring لإيه؟ face من ال four. Number two, report four jackets if the price of each one is 375. طبعا عايزين ال total which he paid يعني. ال الواحد ب 375 وهو اشترى كام 4 four, four jackets كلهم زي بعض كل واحد فيهم ب 375 يبقى الفور ب 375 hundred seventy five multiply الفور. طبعا هتديني 1500 thousand Number three, arrange in ascending order. 2 days and 2 hours و 48 hours و 5 days في عندي days و hours يبقى خليهم كلهم بال ايه بحاجة واحدة خليهم كلهم بال hours يبقى أول واحدة هعمل convert into hours 2 days and 2 hours تديني ايه الأول ال 1 day ب 24 يبقى ال 2 days ب 2 by 24 اللي هي تديني 48 and 2 hours يبقى plus 2 تديني 50 يبقى أول واحدة 50 hours number 2 48 hours هي لوحدها بالاورز يبقى مش هغير فيها حاجه نمبر 3 5 days يبقى 5 by 24 هتديني 120 hours يبقى دلوقتي الفيرست 50 hours The second 48 الثيرد 120 hours عايزين نعمل ارينج ان ascending يعني فروم سمولست تو biggest اصغر حاجه فيهم 48 hours يبقى اول حاجه 48 نمبر 2 50 مش هكتبها 50 زي ما هو زي ما انا حليتها يعني هكتبها زي هو مديها لي 2 days and 2 hours واخر حاجه طبعا ال 120 hours اللي هي ب 5 days يبقى بكتب الاوردر زي ما هو مديهولي مش زي ما احنا حلينا يعني number 4 the following table show the marks of some pupils in math represented by a bar line أو بار جراف التابل عندي النيمز أحمد وماها ومي أكبر نمبر عندي في الماركس 45 طب الماركس كلها 25 30 20 يعني ده تابل إيه 5 يبقى همشيهم كل 5 لان انا طبعا مش هعرف اكتب 1 2 3 مش هوصل ل 45 يبقى همشيهم بتيبل 5 اول واحد احمد كان كام 25 يبقى هنعمل سمول ريكتانجل كده اسمه بار لاين يبقى هنطلع بلاين ونكمله ريكتانجل صغير لحد الايه 25 مها 30 يبقى هنعمل بار لاين او سمول ريكتانجل كده اب تو ايه 30 ومي 20 برضو بار لاين اب تو 20 ومحمد اخر حاجه ب 45